الحلقات كي درنا بس عليكم كلشي مزيان اموركم هانيه. نتمنىكم تكونوا بخير على خير ان شاء الله، تكونوا في احسن الاحوال. فيديو جديد معكم اليوم ان شاء الله بحول الله. المهم جالسين في الطامع لينا ما بينا، قلنا نمشيو نساحوا جلنا شويه، نمشيو نقصوا جهه البحر. ايوا هادشي اللي كاين. غن انا وماما وجد، وها نتوما معانا عشو الصودات. ايوا هادشي اللي كاين. المهم ها نتوما معانا في هذا لا فيديو، خليكم معايا. جد حياتي على كوت وغادي حياتي وقت مني جبت هاد حياتي هاد سكوت وغادي. جادو فين غادي؟ نطلع للبحر. هذا عادتي تبنى وحدنا هاد العمارات زوينين. هنا هادشي كله كان خاوي. هادي هي كوكا، فين كانت كوكا القديمة عادتي تبنى وشتو هي خاوية. ماما عمل هنا كنا دايزين حنا وحدي بعد عبد ايوا هذا مكان تبعدوا شويه. المهم هنا دايا الصاك فيه العصا واحد بيسكون تحاز ليه. ماما البنات هذه طلع ديال البحر. ايوا حنا غاديين دقه دقه حنا في الدار راح نيدو في البحر. جعلو جعلو امن هنا شوف امن صوت البحر. وي ما تويو عفشو البنات. هنايا واحد المنادى وقفنا حدا البحر شويه عشان ما نقول لكمش. واحد النسيمه ديال ريحه البحر كتشموها وواحد المنظر رائع زوين صراحه. ها حنفس ايوا حنا وصلنا حدا البحر وما حدانا قاب لينا الحال عشان واحد النسيمه وواحد الباب دات هنا كرون وجهي. انتما انتما منظر زوين صراحه بعد الحال. جاد جاد زوينة يلا سير جاد جاد ماما احنا دابا وصلنا جهة البحر وجالسين حطنا واحد الفاطة وجالسين كنتبادو الدنيا عامة تبارك الله. منقول ليكمش انا ندور ليكم كاميرا تشوفو كاع الناس جايين جايبين كاسكوط وليداتهم كيلعبو حداهم. ايوا نتبادو شوية ليوقها انا بالصاد. المهم انايا جايبة دي بيسكوي وعصير الجاد وصافي وجايبين قاعة الماء بالون صافي والماء وجايبين قرعة وجالسين كنت ماما البنات هنايا جالسين واحد الجليسه زوينه قريب الغروب اصلا واحد المناظر تيكون زوين. هنايا حاطين كرسيات وطوابلات باسولات جنب البحر اللي بغى يجلس ديك الجليسه واللي ما بغاش كيفاش هكا شي فوطه ولا شي حاجه. المهم كيجيو العائلات كيجيبوا الكوتي ديالهم وليدات كيلعبوا. هاد البحر حدانا حدا الضاف في الحومه اصلا قريب لينا ماشي بعيد وليني في واحد الجليسه. يا سلام دابا وقت الغروب كيف ما كتشوف واحد المنظر يا سلام. او صافي والاجواء زوينه الدنيا عامره. بنادم ما تيمشي حتى شي بلاصه الله ما يستمتع هكذا هو وليداتو ب ما
ما نهضر زوانا واش اخي جات بحال ما هكا دا زوينين. ايوا هادشي اللي كاين. ومبقينا جالسين تا غابت الشمس وظلام الحال وحنا جالسين، حيت اصلا 11 دقيقة بالحال فوق اللي مشينا هو هداك. يلا سير عندك طيحه. لا غير سير، لا ما نطيحهاش. صافي ماما عاوتاني جات قال لك ماما لعب في اللعاب، لعب فيهم في الاول فاش يلا مشينا في هذيك ديال التحنقاز، ولكن خفت عليه صراحه في هذيك ما عرفتش الوليدات شي كيتلاه على شي. وهادي هادي اللي شديت معكم دابا عاوتاني قال كي لعب فيها. عاوتاني راكم عارفين الوليدات ولا بد خصنا ندير لهم الخطا ما عندنا ما نديرو. عاوتاني لعب فيها ولعب عاوتاني في واحد هذوك الماطا اللي كبار في الترامبولين. المهم خرج ديك الطاقه السلبيه وفواج ودوز واحد الوقيته زوونه، هذا هو الاهم. ايوا صافي دابا عاد غادي للدار. المهم بدات الدنيا شويه شويه بدات الدنيا شويه كتخوى. المهم دابا غادي للدار، جد غادي ياخد لا كلاص. شحال لا كلاص؟ شنو الشوكولا ولا شنو؟ ها شوكولا فاني دين انا واحد انا بغيت شوكولا. هنايا ما سخيناش بالبرد. المهم جينا كملنا جليسة شوية عندنا كدا في الجعدة ديال الإقامة لتحت. ماما العزلات ديالي كان هدا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. المهم دوزنا واحد الوقيتة زوونا، فوجنا، ضحكنا، نشطنا، بدلنا الجو هذا هو الأهم، دهنا تصاوات، شمينا ريحة الهوا وريحة البحر. ايوا صافي كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. نتمنى الفيديو ديال اليوم الغزالات ديالي يعجبكم، ولا يعجبكم بطبيعه الحال ما تنساونيش من اللايكات ولا اول ما غادي يشوف القناه ديالي. نتمنى منك اختي ولا خويا الضغط على زر الاشتراك مع تفعيل الجرس باش توصل بكل جديد ديالي، يعني فيما نحط شي فيديو يوصلك الاشعار ديالي. المهم لا عجبكم الفيديو بارطاج مع العائله والاصدقاء فضلا منكم وليس امان، ديما كنقولها لكم. خليتكم في امان الله مع فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.